كولر بيه رجع عصر جوزيه. النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك 4-1 في مباراه المفروض لعيبه النادي الاهلي تاخد فيها خصم بعد المباراه دي، مش مكافاه فوز، لانهم مضيعين مكسب تاريخي تاريخي كان ممكن يعدي كمان مباراه السته. بتجيب جون بدري، ونادي الزمالك مدربه بيألف وعامل تشكيل غريب، واحمد سيد زيزو حطه في نص الملعب، وناس بحدث محمد خالد اول مره بيلعب وناس غريبه. فانت ايه يا جدعان اللي انتوا عملتوه النهارده ده يا جدعان؟ الشوط الاول ولا اروع، ماشي كسبانين 3-0 والدنيا حلوه، رغم ان كهربا ضيع كره ما تضيعش، انا مش عارف كهربا ضيعها ازاي يا عم، شوطها مش لازم ام اللوب، لازم مش جون شكله حلو. فكميه دلع في الشوط الثاني مش ممكن، مش ممكن يا جدعان. الواحد لولا جون ان هي ختمت بجون محمد شريف كان زماننا دلوقتي نازلين فيكم تقطيع، والناس هيبقى معاها حق. انت امتى هتدوس على يعني فريق قدامك الخصم المباشر ليك واقع، ما تدوس. ايه المشكله اللي اكسب 5-6 ما دام في سكور؟ ايه المشكله ادام في ايدي ان انا اكسب نتيجه كبيره؟ ايه المشكله؟ هو انتوا بتلعبوا بالفوره؟ والله انا حاسس انكم بتلعبوا بالفوره بعد الجون الثالث، خلاص وقفتوا على كده يعني. حتى الشوط الاول يطلع مرتاح 5-0، كمية برضه دلع في إهدار فرص في الشوط الأول، فالشوط الأول يطلع 5-0، خلاص يا عم الشوط الأول ربنا كرم طلعوا 3 بس حلوين تمام زي الفل. الشوط التاني بقى دوس أكمل. هو لو الموقف معكوس، لو نادي الزمالك فايق وأنتم مش في حالتكم كان هيسموا عليكم. فالشوط التاني كمية دلع رهيبة، وبالعكس ده كان في جون الشناوي شال كورتين، واحدة في الشوط الأول وواحدة في الشوط التاني، كانت هتبقى 3-2 نتيجة تعبر عن المباراة بالمرة. يعني بعد الشغل اللي انتوا عملتوه في الشوط الاول والجمال ده، كان هتبقى 3-2. هو ده منطق في مباراه انت ممكن تكسبها 6-7؟ انتوا شفتوا كنتوا بتعملوا، انتوا ربنا كريم بيكو، لان برضو الحكم كان في كام كوره الحكام جابوها ان حته ضربه الجزاء بتاعت احمد سيد زيزو بدايتها فاول لمحمد عبد المنعم سيف الجزيري، وعبد المنعم بينط راح شده من ايده وخلاه زي لف كده، فالكوره فيها شبه ان هي فاول اصلا. فيا عم ماشي جون، فالشناوي شال كوره ما تتشالش، لما محمد بيه عبد المنعم برضه هنجيله بيتفزلك، جاي له عرض من بايرن ميونخ خلاص بقى. ما محمد عبد المنعم ما تفتكرش يا عبد المنعم ان انت هتمشي على كوره بتاعت ماتش الوداد، كان غيرك اشطر، قفش اكتر واحد في الموسمين اللي فاتوا بننتقده، فانت هتيجي ايه في قفشه يعني؟ قفشه جايب بطوله يعتبر الاغلى وجايب الجون الاغلى يعتبر في تاريخ النادي الاهلي، فرغم كده ده ما مرحموش من نقد الجمهور. فانت ما تفتكرش منك جبت الجون في مباراه الوداد وجبت اللقب كده خلاص بقى تعمل اللي انت عايزه. والاسوأ من كده ان اللعيبه راحت بتكلمك وبتقول لك العب السهل اللي مش عاجبك، وبتزق علي معلول اللي بتزقه ده تعتبر كابتن من كباتن الفرقه، انت ازاي تعمل كده يعني؟ يعني علي معلول بيكلمك ومحمد اللي هو كابتن الفرقه بعد الشناوي مش عاجبك الكلام، فمش في النادي الاهلي الكلام ده، انت شايف نفسك يا عم على ايه؟ فانت يا عم جالك عروض اتكل على الله، لكن انت خلاص مش يعني مش هتشتري النادي بالبطوله اللي انت جبتها. انا بقول لك قفش اهو جايب البطوله الاغلى، ورغم كده اخر سنتين اكتر واحد بننتقده، اكتر واحد جماهير النادي الاهلي بتتكلم عليه هو قفشه. الراجل ما عملش كده ليه؟ مع انه جايب البطوله الاغلى. بيخلص الشوط الاول 3-0، بننزل الشوط الثاني قلنا بقى خلاص كده بقى نجهز. يعني حتى في ناس كتبت على الفيس عجبتني الجمله بيقول لك ايه خبر سيء لجماهير نادي الزمالك ده لسه في الشوط الثاني. كنا توقعنا على الاقل جونين كمان. لا مفيش تراجع رهيب وتراخي رهيب. دلع بمعنى الكلمه، احنا الشوط الثاني ما رحناش غير بكورتين منهم الجون بتاع شريف في الاخر. ايه المنطق ده؟ يعني قدامك فريق واقع بدنيا ونفسيا ومدربه بيألف، انتوا كنتوا قادرين ان تخلوا بعد 5 دقايق في الشوط الثاني وسوريو ده يخش يعمل زي الافلام الاجنبي يقول لهم راح الحمام وراح مغير وراح طالع على المطار ومسافر زي الافلام الاجنبي كده لما بيتخفى من الناس اللي بتراقبه. فانتوا ضيعتوا فوز تاريخي. انتوا تحمدوا ربنا ان الشناوي شال الكوره اللي هي جت شالها وراح جايه في العارضه، كانت هتبقى 3-2، كان ممكن مش بعيد نادي الزمالك يرجع هيبقى 3-3، هيبقى نتيجة ما تعبرش خالص عن اللي انتوا عملتوه في الشوط الأول. كانت هتبقى نتيجة ما تعبرش خالص عن الأداء اللي عملتوه في الشوط الأول. انتوا الشوط الأول عاملينه عالمي، عاملين شوط أول عالمي، إيه اللي حصل لكم الشوط الثاني؟ أنا مش فاهم. فديانج برضه أنت بتعمل حاجات غريبة، أنت مش واخد بالك أنت واقف فين؟ يعني برضه أنت جوه ال 18 لازم تخلي بالك. الزقة دي ما تعملش كل الأداء اللي عمله أحمد سيد زيزو، لكن أنت المفروض تخلي بالك. المهم وسط الأداء السلبي بتاع الشوط الثاني والحاجات اللي ما كانتش عجبانا، هو كرم ربنا إن جون شريف ده جه حل الشكل في الاخر. يعني برضو لو تفتكروا ماتش 5-3 كان برضو كان هيبقى فيه سكور والكلام ده، لانك تاني مره للجيل ده بيجي لك فرصه انك تعمل سكور كبير وبتفرط فيه. فهو انتوا كرم ربنا ان المباراه ختمت بجون محمد شريف 4-1 شكلها حلو، والا بقى كنا هنسمع الشوط الثاني زي ما حطيت لك دلوقتي صوره عجيبه بيقول لك الزمالك
كسب الاهلي الشوط الثاني. انا مش فاهم بتجيبوا الكلام ده منين، والله العظيم انتوا بتقولوا حاجات غريبه يا جدعان، انتوا مخترعين كوره لنفسكم، انتوا في حاجه انتوا عاملينها لنفسكم كده غير اللي احنا بنلعبها، انتوا حتى وانتوا مغلوبين بالنسبه لكم فايزين، انا مش عارف بتجيبوا الكلام ده منين، يعني انتوا حتى وانتوا مغلوبين بتبقى برضو كسبانين. اعملك زي ماتش 5-3، الاهلي جاب 5 الشوط الاول واحنا جبنا 3 الشوط الثاني، يعني يعتبر انت كسبت شوط وانا شوط. طب يا حبيبي الشوط الاول انا جايب 3 والشوط الثاني انت جايب جون وانا جايب جون، يعني تعادل، كسبتني منين بقى؟ شوف هتخلوا الواحد يتكلم في اي عبط، والله العظيم والله العظيم انا اللي بقول ايه، انا مش عارف اللي انا قلته ده، اللي انا قلته ده وجبته منين انا مش عارف. على العموم نفرح الحمد لله، لكن مع سير المباراه ده اللي مزعلنا ان المباراه كان فيها سكور يا جماعه، ينفع نعوض ماتش السته يعني؟ يعني كده مستر جوزيه 6، بيتسو موسيماني 5، مستر كولر 4، طب ليه المشكلة ما يبقى مستر كولر 7؟ ايه المشكلة؟ يبقى 5 6 7، ليه 6 5 4؟ الحمد لله على المكسب وعلى البطولات اللي احنا خدناها، ونفرح ونتبسط بفرقتنا وبإدارتنا وجمهورنا العظيم، ومعانا مدرب كفء ومدرب هو ده اللي ينطبق عليك أملة فعلا مشروع، والراجل ده من هنا ورايح يسوق زي ما هو عايز واحنا في ظهره. احنا النهارده عندنا مدرب كفء، عندنا ثقة في اختياراته، راجل عنده عدل، ما بيفرقش ما بين اللعيبة، اللي بيديره في التمرين هو اللي بيشارك، فالراجل ده اللي هو هيعمله احنا موافقين عليه. أنا واحد من الناس فرحان إن أنا بعمل فيديوهات دي لسبب واحد، لأني بوثق فترة تاريخية في تاريخ النادي الأهلي. حتة التشجيع للنادي الأهلي أنا فرحان بعمل الفيديوهات دي كتوثيق لحاجة لنفسي بعد كده بعد سنين اتفرج عليها وانا قاعد مبسوط كده. موسم بيفكرنا بعصر مانويل جوزيه، اللي هو كنت تقعد كده تتفرج مش تقول الاهلي عمل ايه، تقول الاهلي كسب كام. بوثق مرحله مهمه بالنسبه لي او بعمل ذكرى في توقيت تاريخي للنادي الاهلي. فالحمد لله والشكر لله على كميه البطولات اللي خدناها الموسم ده، موسم اداء ونتيجه، والحمد لله ربنا كفانا شر الاصابات الصعبه اللي كانت بتحصل الموسم قبل كده، فان شاء الله مزيد من البطولات وان شاء الله مزيد من النجاح الفتره الجايه باذن الله. متفائلين، عندنا اداره كويسه، عندنا مدرب كويس، وعندنا لعيبه كويسه، وان شاء الله لسه طمعانين في اكتر من كده ان شاء الله يا رجاله. نتقابل ان شاء الله بعد مباراه الحرس والنادي الاهلي، مستلم درع الدوري رسمي باذن الله. وفي الاخر كده نحب نقول لكابتن مروان عطيه، ربنا يرحم والدك يا رب ويسكنه في فسيح جناته ويصبر قلبك واسرتك كلها يا رب باذن الله، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. بس كده يا رجاله، نفرح ونتبسط ويلا اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.